ازيكم يا جماعه، اخباركم؟ عاملين ايه؟ وانتم بخير؟ معاكم مدحت حسين وفيديو جديد. وفيديو النهارده منقسم لجزئين. الجزء الاول هيتعب مرارتنا شويه الحقيقه، يعني هو تيك توك طبعا، والجزء الثاني عن شويه حاجات حصلت في الجونه كده وانا نايم، منهم الحادثه اللي حصلت لبوش رايي نجيب سورس عن الناس اللي بتنتقد مهرجان الجونه وبتنتقد فخاد الفنانين. هو المفروض ده فيديو حزين، ايه ده؟ بس انا من البدايه كده عمال بضحك. انت بتعمل كده ليه؟ هو في شمس؟ في شمس في البيت؟ طيب ابص بعيد على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد. حضرتك انتوا بتدور على بعض في صاله البيت؟ على عيني اقول للناس ان الحكايه خلاص. ايه يا ابو يوسف، رايح فين؟ وش يا ابو يوسف؟ مش عارف مين اللي ماسك ايد المقشه تحته وعمال بيقفل الباب ليه كده يا ابو يوسف؟ هي الخناقه على ايه؟ زي ما كل حكايه بتخلص. ده ايه ده؟ المجتمع ده ان الحكايه واقف ازاي؟ اللي بيصور بيقول له يلا اطلع بره. على عيني اشوفك جايه قدامي وابو مكسرين تنزلوا الشارع؟ طيب يعني اتقابلتوا صدفه في البيت؟ سبحان الله. يا بنت الخل ده ما ينفعش للشرب. بتسكري بشويه خل؟ طب امك دلوقتي لما تيجي تعمل السلطه مثلا وما تلاقيش خل تعمل فيك ايه وقتها؟ تقول انا كنت سكرانه يا اما فكنت ببربع. طبعا امك بتبكي وابوك حيران، ما انت خدت الخل بتاع السلطه، يعملوا السلطه بايه هم بقى دلوقتي؟ لا ودي بتطلع لسانها قبل ما تشرب، الازازه ما اتفتحتش اصلا. هي البنات كمان بقت تضرب ستروكس؟ يعني انا عارف يعني الشباب يعني الله يكون في عونهم بيضرب الستروكس من هنا ويقعد يهوهو على الناس وهي رايحه وجايه. دي بقى شاربه ايه؟ صحيح انا نسيت، شاربه خالد. طيب ما علينا، نخش بقى على اللي قاله نجيب سويرس. نجيب مش نجيب. نجيب اتضايقت من بعض الناس اللي كانت برضو في شماته كده احيانا من قصه الحريق، وعماله تتكلم على انه ما هي الجونه كلها فساتين وفنانات لابسين فساتين وما الى ذلك. المواضيع دي بتضايقك؟ ما مضايقنيش، انا بيصعبوا عليا. يعني بصراحة دي ناس عايشة في القرون الوسطى. ايه ده، انت عرفت ازاي اللي انا عايش في القرون الوسطى؟ انا مسافر لكم عبر الزمن، انا انسان بدائي اصلا، وده اصلا مش مايك، ده قلاحة. انت عرفت ازاي؟ مش عايزة تشوف جمال ولا فرح وفخاد وصدور وكيرفي. قول كمل كمل. عايزة ترجعنا لورا، فيعني بالعكس انا ببقى انا غيازي. غياص غياص ازاي؟ لا مؤاخذة. فبحس ان انا كل ما احنا بنتقدم لقدام وكل ما نوري الثقافه بتاعتنا ونوري الحريه بتاعتنا ونوري الابداع بتاعنا، هم بيتململوا. لا يا عم الحاج، عشان اصيل لبخه في الكلام، اصيل لبخه، ده عايز يتعالج ويجن. هم بيتململوا في مكانهم. هم بيتململوا في الحمام، مش في مكانهم حضرتك، لان الفن والثقافه اللي انت بتقدمها مختلفه شويه. ان شاء الله يموتوا بغيظهم يعني. الله بجد. الثقافة والفن والإبداع والتقدم اللي أنت مقدمه لنا ده أنت جايب لنا شوية ثقافة، حاجة جامدة من الآخر يعني. عايزة ترجعنا لورا، فيعني بالعكس أنا ببقى أنا غياظ يعني، فبحس إن أنا كل ما إحنا بنتقدم لقدام وكل ما نوري الثقافة بتاعتنا ونوري الحرية بتاعتنا ونوري الإبداع بتاعنا، هم بيتململوا في مكانهم كده، وإن شاء الله يموتوا بغيظهم يعني. الفن والثقافه اللي انت بتقدمها دي هتدخلك تاريخ جهنم، اكيد مش تاريخ في كتاب يعني. بس الله ينور يا استاذ نجيب، انت تقريبا دي السنه الخامسه لمهرجان الجونه، وانا شايف ان في اقبال جامد على موضوع المهرجان ده، والفنانين كل يوم عن يوم بيكتروا وبيقلوا اكتر برضه، لدرجه ان انا حسيت ان ده سوق الجواري. فاكر بقى اللي انت كنت بتقول عليهم من شويه قرون وسطى ومش عارف؟ لا، انت بتفكرنا بايام الجاهليه، ايام بقى الجواري وبيع الجواري والكلام، وكان الناس برضه بتتفرج عليهم كده، واللي تعجبهم مثلا لا الفنانه دي جامده اعملوا لها فيلم، لا الفنانه دي احلى اعملوا لها مسلسل. ما احنا بنتقدم لقدام وكل ما نوري الثقافه بتاعتنا ونوري الحريه بتاعتنا ونوري الابداع بتاعنا. حضرتك انت كده مش بتعرض افلام، طب تعرض في خيال. وبعدين سمعته في القاهره كده مش عارف راح فين، كانت المذيعه بتقول له يعني بس كويس ان انتوا لحقتوا الحريقه وطفيتوها وقدرتوا يعني تعملوا مهرجان الجونه في ميعاده، فقال لها كلمه حلوه قوي،
لا ربنا ما بينتصرش الشر ابدا. ايه ده؟ طب انت مش شايف يعني موضوع حادثه بشرى والحريقه اللي حصلت في مهرجان الجونه قبل ما يتفتح بيوم ولا اتنين ده ما بيحولكش بحاجه؟ مش واخد بالك الدور جاي على مين؟ او مش حاسس ان ده انذار مثلا يمكن يغرق بيكوا في يوم من الايام ولا يولع بس بيكوا بقى المره دي؟ مش شايف ده خالص؟ لا شايف ان الشر مش هينتصر، فعشان كده لحقنا نطفي مهرجان الجونه عشان النسوان يجوا يفرجونا. سرقت الموبايل ليه؟ كنت عايز اعرف كل الاحداث اللي بتحصل في الجونه، ولو عايز اعرفها هاخد موبايل بشرى عشان اعرف كل حاجه. وعرفت كل حاجه مش هديهولك. المفروض ان العربيه اللي هم راكبينها ديت عملوا بقى الحادثه. هي العربية دي اللي عملت حادثة، يعني الحادثة مش كبيرة يعني، وكانوا تقريبا بيصوروا اعلان او حاجة زي كده. وكان برفقتها الفنان الشاب محمد مكاوي، وكلاهما نقل لمستشفى الجونة ليتلقوا العلاج. وتعرضت بشرى للحادث اثناء ركوبها بيتش باجي برفقة محمد مكاوي، ولكن حالتهما الصحية بس ما فيش اي حد حصل له حاجة غير هو تقريبا كام غرزة كده ومش عارف ايه، يعني حاجات بسيطة يعني، ولم يصب اي منهما باصابات خطيرة في الحادث. تفتكر بقى الناس دي يعني لو يعني انا كان بيني وبين الموت يعني حاجه بسيطه كنت ممكن اموت مثلا في الحادثه دي، تفتكر الناس دي ممكن تريح نفسها؟ لا ما اعتقدش. طب يا جماعه والى هنا وصلنا نهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلبكم كده ويكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تعمل لايك وشير وتشترك في القناه. اما بالنسبه لفيديو امبارح فانا مبسوط جدا بالتفاعل اللي عليه، ومبسوط اكتر بالتفاعل بتاع الكومنتات بتاعتكم، لان معظم الكومنتات ما شاء الله بتتكلم على الطفل اللي كان بيقرا قران امبارح، والناس كانت بتسال يعني هو مين او نوصل له ازاي او كده. بس والله يا جماعه الفيديوهات دي بتقابلني عشوائيا كده عشان اختم بقى الفيديو بتاعي، انا متعود على الموضوع ده بقى لي حوالي سنه ونص تقريبا او حاجه زي كده. فانا لقيت الفيديو ده فالصوت عجبني جدا، صوت الطفل، ودخلت على الاكونت، بس تقريبا الاكونت مش بتاعه يعني، واحد صاحبه منزله له اصلا، او صفحه بتنزل اي فيديو خلاص. انا خدت الفيديو عشان عجبني صوته مش اكتر، وفي نفس الوقت كدعم ليه، يمكن مثلا ربنا يكرمه او يكون الفيديو ده سبب في انه يتشهر وان ناس كتير تدعي له بالطريقه اللي تدعيته بيها ليه ده في الفيديو بتاع امبارح. فانا ما عنديش اي معلومات خالص عن الطفل اللي كان بيقرا قران، والفيديوهات دي انا بدور عليها بس بطريقه عشوائيه يعني، بيبقى معظمهم ما اعرفش عنه اي حاجه خالص. هذه بضاعتنا ردت الينا، ونمير املنا ونحفظ اخانا ونفداد كيل بعير، ذلك اشوفكم في فيديو جديد. سلام.